2 بقول لك اللي ماشي هنا اي 1 ناقص اي 2 والله اي 2 ناقص اي 1 عشان ما تروحش في الامتحان. فانت هتقول لي بس ده ستيب داون يبقى اي 2 اعلى من اي 1 يبقى ساعتها هو اي 2 ناقص اي 1. تاني الحته دي تاني الحته دي في 1 نزلت بقى في 2 يبقى اكيد الطيار ايه؟ عالي فساعتها الطيار اللي ماشي هنا ايه؟ اي 2 اكبر من اي 1 اي 2 ناقص اي 1. هناك العكس لما بنعملها كده معايا شو نسيت اللي هي العكس عندك بتاخد ده كله كده ايه؟ برضه دي ملفات اهي وبتاخد ده بالنسبه لك اللي فيه 2 وده اللي فيه 1. هنا الجهد ايه؟ عالي فالتيار نزل فيبقى ساعتها اي 1 ناقص اي 2 اي 1 ناقص اي 1. خلاص عشان بس كده ما تخبطش في الامتحان ونقعد نبوظ كده. كده كنا قلنا الحاجات المهمه وطبعا نفس القصه اللي بعد على اليوتيوب نفس القضيه بتاعتنا بالظبط ولكن المسائل بقى اهم من اللي تعرفوه. طبعا مسائل الاولانيه دي تفهم ولا ايه رايك في المثل يعني تبع بتاعت البروبس عشان نسيت اللي هو الايه البروبس دي بتساوي ايه؟ ها؟ ويبر في الميتر سكوير. فانا بقول لك عايز الميتر سكوير اللي هي ايه؟ فتقول لي هي ويبر على البروبس مش قضيه. لكن هنا في غلط الاي ام دي هي مش اي ام هي بي. تاني مش هنسيب الناس تركز معايا دلوقتي في الجزء هنا كور اريا كاتب ايه؟ دي اي بتساوي الباي ام على اي ام. هي مش اي ام بقى هي بي ام. مش انت عندك الناس بس انا حاسس بس يعني دي الفلاش تيست اللي هو ايه؟ هو ويبر على الميتا سكوير بالله عليك لما تعرف تجيب دي ولا نديك دي تقدر تجيب دي ولا لا؟ خلاص؟ طب انا بديك دي ام ام بيتر خلاص عايز منك الترم دي ادالك مثلا 10 بقول ان الان بتساوي ها اي ام اف على 10 على 10 دي ان 1 لو ادي 2 اي ام اف 2 على 4 10 اي ام اف 1 دي عامل اي ام اف 1 ودي دي 1 دي 2 خلاص ما هو ده زي ام نفس الشيء ده صعب طبعا انا عايز بس برضه اقول على الحته دي هو هنا لما طلع ان 1 طلعها مثلا ب 660 لفه وطلع ان 2 طلعها ب 500 لفه وده ستيب داون يعني الشكل ده الشكل اللي احنا رسمينه ده هو فوق دي كلها 660 ودي كلها 500 فانت تقول له ايه؟ تقول له والله تعدى كده ايه؟ يا اما يعني دي 660 ودي 500 فتقول له عدد اللفات من الهاي فولتج 660 عايز نسيت؟ او لو او لحد التام وكام 160 او من اول التام لحد النهايه لو الهاي فولتج كام 500 زي ما انت عايز معاك؟ سؤال كمان طب انا بس الناس كده ايه ده ايه انت عندك الفيو عندك كام؟ هو ايه الفيو عندك كام؟ او ايه الفيو عندك اصلا كان حضرتك بكام؟ 6 6 من 10 والفي 2 ب 5 كيلو 5 كيلو يبقى ده كده ايه؟ 6 6 6 من 10 كيلو لحد 5 كيلو طيب يعني دي يعني بالنسبه لنا بنعمل شيء كده عارف يعني ايه؟ عايز نسكت كده عشان نسكت برضه المسألة الثانية سهلة خالص عايز تغيرات عايز أي واحد وأي اثنين الأي واحد هي إس على في واحد الأي اثنين هي إس على في واحد لما أقول لك الأي واحد معلومة طب أقول لك أي اثنين ناقص أي واحد مع بعض أو أي واحد ناقص أي اثنين على حسب ستيب أب ولا ستيب داون برضه مع بعض المسألة الثانية عايز إيه عايز تغيرات أي واحد وأي اثنين نديك الإس ونديك الفي إس إس على في واحد وين إس على في واحد سهلة خالص برضه دي صعبة جدا مسألة رقم ثلاثة بقى اللي هو البيتين ايه بقى مسألة رقم ثلاثة ليه بقى ممكن تيجي لانها كانت بوينت وقلبها اوتو فعشان كده ما تكونش كده المساله دي مش هنسين ترانسفورمر 11 كيلو على 3 كيلو وايندنج از ريتد اس تساوي كيلو فولت امبير وايندنج ريتد ان سيريز تو فور ترانسفورمر يقول لك ان جبت بص الجراف ده وعيش حياتك طلع لي كل مره الفولت والتيار والفولت امبير بص يا شمسين المساله دي لو انا جيت قلت لك الاي 1 والاي 2 هتقول لي برضه ها الاي 1 اس على في 1 والاي 2 اس على في 1 هتقول لي ان الاي 1 الاي 1 هاي صح واي 2 اي 2 نو بص سهله خالص طب انا مثلا جبت واحد اللي هو الكتروني كله ترانسفورمر فانت عندك الحالات المتاحه طبعا انت عندك كام حاله ولكن الدكتور قال لك انا مركز على دول بس هو الموضوع ده هيسالك عن كده الحاله الاولانيه ايه؟ هذه الملفين اللي عندك
وكل ده يكون كام؟ 11. وكل ده كام؟ 3 و3. خلاص مش هنسيب. طيب 11 ده 11 كيلو فولت، و3 و3 ده 10 كيلو فولت. طيب ده ال 11 وده الزيرو بتاعه، وده ال 3 و3 وده الزيرو بتاعه. معايا مش هنسيب؟ يعني ايه الكلام ده مش هنسيب؟ يعني حضرتك لما انا اقول لك الفي 1 في الحاله دي هتقول لي هو الفولت اللي هنا كله هو مين؟ هو 11 زائد 3 و3 خلاص؟ 11 زائد 3 و3 ما عندكش مشكله خالص. صح يا شمسين؟ كان في 2 كل هو 3 و3 نعم يا هندسه تمام كده الحل؟ طب لما اقول لك اي واحد هتقول هو اي واحد اللي هو الهاي اي واي اصلا، لان ده اللي كان جاي منين؟ ده الهاي مش ده ال 11 ده على الهاي؟ الاي ممكن يجيب ازاي؟ اس على 11. صح يا شمسين؟ يبقى انا كده برضه بيجيب مين؟ الاي واحد. طب لما اقول لك اس في الحاله اللي هتقول هو في واحد في الاي واحد معايا؟ الناس فاهمه ولا ايه؟ طب الاي 2 يس على في 2 دي الحاله اللي هي واحد مجموع ال في واحد على الاس واحد على الاس على واحد الاي واحد يبقى الاي هيبقى نص مفيش مشكله فيه. هذا الاس على المجموع ال 12 و 3 و 3 ده مين اللي عايز يجيبه؟ ايه الاي واحد؟ مالها الاي واحد؟ هي الاي هاي اصلا اللي هي موجوده عندك اللي هي كام؟ كام 100 كيلو؟ على 12 كيلو. شوف بنقسم على 12 و3 و3 مع بعض. حبيبي لا دي كده بص يا بس انا من الاول كنت واقف دي بعمل ايه؟ بجيب انا حاجه اسمها الاي هاي اللي هي مين؟ 100 على 11. بجيب حاجه اسمها الاي لو اللي هي مين؟ 100 على 3 و3 خلاص؟ لما تيجي هنا تحل لو الدوج عندك هو اللي فوق دوت هو دوت من مين؟ الاي على طول. الاي واحد هنا الحاله دي هو الاي على طول. ما يتحسبوش معايا بس؟ طيب لو انا عكست بقى خليني مثلا ال 3 و3 وخليني مثلا ال 11 بص بقى ركز معايا الفي واحد هتبقى برضه 11 زائد 3 بس 3 زائد 11 معايا يا جماعه؟ صعبه دي؟ حلو. طب الفي 2 11 بس معروف. طب الاي واحد ايوه ليه بقى؟ لان ده بصل على مين؟ على اللو اللي هو 3 و3 يبقى الاي واحد ساعتها هيبقى لو. طب الاس هتبقى الاي واحد عندي في الفي واحد والله يدين هي تسعة على كده ما فيهاش مشكلة خالص. يبقى ايه اللي اتغير معاك هنا اصلا؟ غير معاك في واحد واتباعا بقى اتغير معاك بتاع المهمين طبعا اتغير، لكن في واحد ثابت لان هو كان في الاول 11 زائد 3 و3 لكن بعد كده بقى 3 و3 11. طب ايه اللي اختلف بقى ممكن نتلخبط فيها؟ مش هحط الزيرو هنا، هحط الزيرو فوق والثلاثة والثلاثة تحت. فلو بقول لك الفي واحد اللي هنا هندسة، الفي واحد هو اثنين، هتقول ايه؟ سالب 3 و3 زائد 12. ونكمل بقى على كده. عارف شو تصير؟ هتكمل بقى عادي مش هتدي لك هو 11 والاي واحد ساعتها هي الاي لو برضه مفيش مشكله والاس هي الواحد في الاي واحد والاي اثنين هي الاس على كده. طب لما انا اقلب اخلي دي 11 فوق اهي زيرو وهنا بالنسبه لي تبقى زيرو 3 و3 هتبقى ايه 11 ناقص 3 و3 مش ناقص 3 و3 زائد 11 وساعتها الدنيا هتبقى هي ناقص 3 و3 او 3 و3 على طول والاي واحد هتبقى هي الاي هاي والاس هي الاي واحد والاي واحد والاي اثنين هي الاس على كده. خلاص دول الاربع حالات اللي احنا ممكن نشوف لو توايل دي تحولوا الى توش ترانسفورم ما دام في واحد بس شفناها عامل ازاي. خلاص طيب دي مساله اللي هي رقم ثلاثة فيها غلط فيها مش غلط يعني المفروض بس ايه مش كاتب صح مثلا ولا حاجة المفروض كان بس بص يا شمسين اخر حالة اخر كونكشن للناس اللي معاها مذكرة اي واحد بتساوي اي هاي ريتد اي واحد بتساوي اي هاي ريتد معايا يا جماعة ولا ايه؟ اي واحد بتساوي اي هاي مش بتساوي اي لو اي واحد بتساوي اي هاي يعني مش دوها اصلا اكتر من طيب المساله رقم اربعه دي الناس اللي قرت يعني فيها مشكله؟ المساله رقم اربعه طيب ممكن تقول انت فاتح كده بسرعه ركزوا معايا اسمع برضه عندي تو وايندنج وقلب لوك ترانسفورمر الاس بتاعه 10 كيلو فولت امبير الفي 1 بتساوي الفي 2 بتساوي 115 كيلو فولت الافشنسي 97% الدبليو اي 109 كوزاين 5 موجوده والبي ار موجوده في الحاله الثانيه والفي 1 2 والفي 1 والفي 2
ايه القصه دي؟ القصه دي مش رومانسيه. ركزوا بقى معايا اقول لك عشان الله مستر الموضوع. كان هو طويل اصبح اوتو ترانسفورم. طيب عايز الافشنسي في حاله الاوتو ترانسفورم، فالافشنسي اوتبوت على انبوت. الاوتبوت هو مديهولك ب 10 كيلو شكرا. طب الانبوت هي اوتبوت زائد نص. طب النوتس دبليو اي زائد دبليو اي، اصل احنا بنحكي في نفس الحكايه. الدبليو اي انتهى ب 109، ليه جاب 109؟ قال لك ما اصل الدبليو اي هنا هو كده كده بيتهيألي بكام؟ جيفن ب 109 ثابته مش هتغير. هو يا باشمهندس النقطه هتبقى هي اف 1 طبعا، انتوا عارفين الدبليو اي ما بتغيرش. مين اللي بيغير؟ دبليو كفر. كويس، يبقى اللعب كله على مين؟ على الدبليو كفر. طيب ركز بقى معايا بس، هو جاب التيار عشان يجيب الدبليو كفر. هيجيبها ازاي؟ اي سكوير في الارض. طيب قال لك لا انا مش هجيبها كده. هو نسبة التحميل في التوايرنج كانت عبارة عن ايه؟ هي التيار، مش بيقول لك دايما الدبليو كفر ليها علاقة بالتيار؟ طيب التيار في الأول حسب اس على بي، وفي التاني حسب اس على بي. المرة الأولانية حسب اس على بي طلعت زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم، طلعت ب 86 أمبير. في الحالة الثانية حسب اللي هي الايه؟ البرايمري كارنت، طلعت ب 43 أمبير. فمن 86 ل 43 التيار نزل لكام؟ بالنص. معايا مش نصيب؟ تاني الحته دي يا جماعه. انا دلوقتي القضيه كلها بتيجي في الدبليو كفر. عشان يجي في الدبليو كفر مش عارف اشوف التيار هيقل بنسبه قد ايه. فهو كان نسبته 80 في الحاله الاولانيه في حاله التوايل، في حاله الاوتو ب 43. فنزلت لكام؟ للنص. ليه؟ لان انت لو خدت بالك الاس ثابته لكن البولت تضاعف، فلما البولت يتضاعف التيار ينزل للنص، فبقت نسبه التحميل ايه؟ نص، اصبحت نص التحميل. طب الدبليو كفر القديمه هيجيبها ازاي؟ تبقى سهله. لانها دبليو توتا ناقص دبليو ار. طب الدبليو اي القديمه ثابته 109. طب الدبليو توتا القديمه اللي هي على التوايلنج، احنا زي ما احنا جايين لسه مش فاكرين فاكرينها؟ ايه اللي حصل فيها؟ وانا مديك الايه؟ الاس الاس اللي هو بتاع التوايلنج، الاس اللي هو بتاع التوايلنج. تاني انا دلوقتي عايز اجيب دبليو كفر في حاله اوتو ترانسبورت، قلت هي اكس سكوير في دبليو كفر القديمه. اكس سكوير بدل ما الدبليو نزل من النص هيبقى نص تربيه خلاص. طب الدبليو كفر القديمه اجيبها ازاي؟ قال لك ايه؟ عشان اجيبها من هنا اقول ايه؟ دبليو توتا ناقص الدبليو اي. الدبليو اي معلومه خلاص؟ والدبليو توتا البي ان بلس البي اوت. البي اوت هي اس بالبارتر، بتديك الاس بتديك البارتر. طب والبي ان هي بي اوت على الافشنسي، البي اوت بتاع اس بالبارتر والافشنسي كده. خلص خلاص؟ طيب طبعا حضراتكم الناس اللي قاعده قدامي واضح ان هي مش مذاكره الكلام ده ليه؟ لان في غلط في المساله. هو عامل هو مش عامل هو بس سوا كده. لو حضرتك بصيت على السكندري كارنت عامله 10 10 في 3 على 115، وعلى البرايمري كارنت عامله 10 10 في 3 على 230، الحقيقه هنا هو اتسجل في الاس الكلام ده مش صح. ليه؟ لان في لوسز مش احنا عندنا دلوقتي والاس مفهوم السيرش، بس احنا مش هنبص على دي. لكن هو اللي هيهمنا ايه؟ الطيار كان قد كام؟ وبعد يبقى بكام؟ وكان هي ايه؟ بس هي المجاز. لكن تبقى فاهم كويس قوي ان الاس ساكنه معايا فيها لوسز. الاس دي ما ينفعش عند الانبوت هي ايه؟ فلو جات لك تبقى ايه؟ مش جايه بشكل خالص. خلاص يا جماعه بس عشان الناس ايه؟ تجيب عشان تلعب الناس ما تاخدش ولا منها اصلا. هو بقى هيبقى عندك البي اوت بس ما تركزش على بس خالص. انت عندك اعتبارات تطبيق بالبي. لو انا بديك البي وعندك اللوز اذا راجل الاس ولا لا؟ ما انت بصي بتحسبي دايما البي اوت. خلاص؟ هي عباره عن بي اوت زي النص. المفروض ان هو ايه هنا؟ لا اللي هو انا كاني مفيش نقص، فكان الاس هي البي على طول. مساله ثانيه بص مش نقص هنا، لو هو هنا حل النقص مش نقص، امال الدبل اي والدبل كاونت ده احنا هنعمل ايه؟ معايا؟ بس من غير حتى خالص. لو قال اللي جبته واحد بهزر، ما انت عملت كده دبل اي والدبل كاونت ايه؟ لكن مساله اللي فاتت ما كانش في دبل اي والدبل كاونت، لكن هنا في. انا عشان كده بقول لك ده ايه؟ حد. طيب السيفنج بتاع الباور ده ما فيش اي مشكله، اللي هو الواحد على ايه؟ انا اتخيل ان السؤال ده هيجي مساله هيجي في ام سي كيو. السيفنج بتاع الايه؟ الكاميرا بتاعت السبريت هو وفر قد ايه؟ يا ام سي كيو يا اما سبريت. ده لو جبت ام سي كيو خلاص؟ الناس تبقى كاملة عايزة شخصين اكزامبل الخمسه ده مفيش اي حاجه، اللي هو البي 1 على 2 بيساوي الاي، واي 2 على 10 بيساوي الاي، والفولت امبير 30 في الفولت امبير 30. طب الفيزو دايجرام وبعد كده اكيد
اقول لك اثبتها بتاعت الوصول. هو بس انت فاهم هو هنا الار واحد والار اتنين والاكس واحد مش زي ما احنا بنحسبها. ادخل بقى الار سكوير والفولتج ده والحاجات اللي هو عاملها بس لو كان هنسمع. وطبعا الادفانس لسه الادفانس بتاع الترانسفورم. طيب خلينا بس نشوف الفيزور اللي الناس بتقول عليه. بص ده مش بسيط. الناس كلها بتتكلم على الفيزور. ها الناس معايا؟ الفيزور هنا هو مش خطا ولكن يعني درسنا تعمل كده شويه. ايه القصه بتاعت الرسمه دي؟ نحاول نجيب كده بتاع الصفوره صفوره تانيه ساعتين. بصوا شو تسوي هو مديك مين هنا؟ الناس اللي مش فاهمه معايا. واخده
هي لسه ما بتعمل كده بس. طب دي واحد في واحد على اثنين دي على دي هنساوي ايه يعني؟ طيب لحد كده الناس تقريبا 70% من الدفعه فاهم الباشا. حلو؟ الناس اللي فاضل في ايه بقى؟ قال لك هنكمل بقى احنا هنا كده. لما جيت كمل بس ما اتقبلش معاك والدفاع مش بيقبل معاك. فالاسهل انت تعمل ايه؟ تروح هو كانك واقف كده في المرايه وتروح لازم تيجي لحد كده خلاص عارف. تاني عايز تجيب دي لو انت جبت دي كده مرايه هعملها دي مرايه وهتطلع اكس الناحيه الثانيه هعمل اكس هو ده اللي احنا نعمله. بص كده هقول دي بص فرق اسمعني انت عايز مين؟ الاول طبعا هي مش كده بالظبط اهي دي كده بالنسبه لي مين؟ ماينس بي 1 اللي هي دي اللي هو الدكتور سيفان حتى عملها ماينس بي 1 خلاص كده؟ طيب بعد كده قايلك ايه؟ ماينس اي 1 في ار 1 جاب انا بيبص الشباب لو انا ضربت دي بسالب يبقى دي ايه؟ سالب يبقى دي ايه؟ سالب انا سالب خلاص طيب فانا عايز اقول ايه ماينس بي 1 هطلع ماينس بي 1 خلاص عباره عن مين؟ ماينس اي 1 طب ماينس اي 1 اسمها ايه؟ خلاص؟ اجمع عليها مين؟ اي 1 في ار 1 طب الماينس طبعا دي هتضرب في سالب في سالب اي 1 انا عايز دلوقتي احط سالب اي 1 في ار 1 على الرسمه دي احطها ازاي؟ مش ده سالب اي 1 يبقى سالب 1 في ار 1 يبقى ايه؟ هو ده بس اكبر شويه يبقى سالب اي 1 في ار 1 حد كده في مشكله؟ حلو بعدين هتقول لي سالب اي 1 في جي اكس 1 خلاص عندك حل من الاثنين سيادتك يا تجمع الريال مع بعضهم والماشي مع بعضهم يا اما تمشيها ستيب باي ستيب از يو لايك فلو هو الدكتور زي ما الدكتور عامل كده قال لك ايه ماينس اي 1 في ار 1 شكرا بعد كده قال لك ايه الماينس الماينس بقت موجب يبقى بقت موجب اي 2 ناقص اي 1 في مين؟ في الار 2 طب لو انا عايز ارسم اي 2 ناقص اي 1 في الار 2 ارسمها ازاي؟ انا ما قلتلكش انا بس فانا لو فهمتني كده صح كده؟ وكان المفروض ده فعلا هيبقى الموازي ده هيبقى ده اصلا بالفعل هو ده معايا يا شباب فبقيت نفس الموازي دي احنا سندسين تحت كده شويه هتبقى مين؟ اي 2 ناقص اي 1 في الار 2 زي ما الدكتور رسم خلاص؟ حاضر تاني ماشي خلاص شكرا هنا دي ماينس كده واحد طبعا مقتنع؟ انا عايز ارسم اي 2 ناقص اي 1 في الار 2 عايز ارسم الجزء ده اللي هو ده هرسمه ازاي؟ اكيد هيبقى وزن هنا بص كده طب ارسمته هنا طب ليه دايما نازل هنا كده يا هندسه؟ معايا؟ انت لو انت عندك قيمه الاي 1 والاي 2 والاي 2 كنت هتلاقي اصلا في كده في النهايه ايه؟ هو خلاص بص كنت بتعمل ايه؟ هتنزل ده وده وتجمعهم هيطلع في الاخر ايه قيمه؟ وصلتكم يا جماعه انا عايز اقول ايه؟ تاني الحته دي معلش انا دلوقتي عايز ارسم ده ليه رسمته نازل كده؟ لان ده اتجاه ده اول صح؟ مش ده كده اي 2 اصلا حتى اتجاه تحت اهو معايا؟ انت كانت تبقى الدنيا مش متلخبطه كده هو ده على نفس الخط ده بس انا مش عايز اعمله عليه عشان انتوا شايفين يعني ليه انا رسمته تحت كده هندسه؟ لانه عشان يبقى الموازن ده وده انت نازل تحت الاي دي ده كده تحت وصلكم ولا ايه؟ ده جزء الريال في مشكله؟ رحت مرسم ده بقى اهو الموازن ده شكرا ورحت مرسم ده الموازن ده شكرا عايز ارسم بقى الايماجن الايماجن الاولاني ها ماينس اي 1 في جي اكس 1 راح دكتور رسم اهو اللي هو ده عمود عادي محطوط على بس رسموني على حاول رسموا 99 كده عشان اشوف على قد ما تقدر خلاص ده مين يا شباب؟ ماينس اي 1 في جي اكس 1 اللي هو الجزء ده ده هتلاقي هنا في ماينس خلاص دي ماينس ودي ماينس طيب في ايه تاني يا باشمهندس؟ بلس جي ها اي 2 ناقص اي 1 في اكس 2 خلاص؟ طيب اي 2 ناقص اي 1 في اكس 2 هو مين؟ شايفينه؟ ولا هو ده فاكرينه؟ فهو جاي لك انت هتعمل ايه؟ موازي لي هنا كده. عارف شو نسيت؟ طيب لو انت عملت موازي لي هنا كده هندسه هو كان بص جاب ده كده راجل الطيب ده وراح حاطه هنا وراح عامله هنا كده. اللي هو جي اي 2 ناقص اي 1 في اكس 2 الدنيا كده باظت. طب واحد يعمل ايه؟ بص بقى بس ركزوا بقى معايا في الحته دي. هو نزل بالخط ده عشان بس يبقى معاه وراح نازل بيه كده. الخط ده لو مش عمودي يبقى غلط. بس عشان يرسم ده معاه رسمه بالشكل اللي هو الايه؟ اللي هي حته كده عملت لك حته مش عارف كده وبعد كده عامل دي كده. ليه؟ عشان يهمنا التكون هنا مين؟
ماينس بي 1 تاني الحته دي عشان اعرف ان دي نقطه الكلاس. بص يا باشمهندسين انا اعتقد ان رسم الدي سهل زي ده ورسم الدي سهل زي ده خلاص. طب ده جي اي 1 اكس 1 عمودي على ده ما عنديش مشكله خالص. وده اللي انا عايز اسيبه هنا اهو عشان اظبط دي مع دي. ما انت لو جيت عملت هنا كده هندسه عشان تعمل حرف انت بتقول عليها عمر ده ما يكون عمودي مع ده عشان كده عملها ايه بالشكل ده دي مع دي عشان يفرق دي بمين ماينس بي 1. طيب هنبدا عن الحته دي ازاي؟ طبعا ده صح 100% ومفيش فيها كلام. طب ليه ربنا اساس حتى وانا مش فاهم ليه او مقتنع بيها او عامل ازاي؟ بص كده خلص دي واحده دي كده بص انسى ده خالص اللي انا عامله. بص تعالى كده قول لي ده هو مين ماينس اي واحد جي اكس واحد. فانت خلصت الايه؟ وبعدين نفس الموازي الاخيره اللي تحت ده اهو ماشي اللي هو مين؟ اللي هو ده اي 2 ناصر اي واحد في مين؟ في ناصر اي في ار 2 خلاص يا شباب؟ وبعد كده اكتب هنا كده موازي مين الاخيره اللي هناك ده كده؟ مين ها؟ اي 2 ناصر اي واحد في جي هنا مثلا جي هنا جي اكس 2 معايا يا شمسين؟ ده مين؟ ده عمود عليه يعني انت عامله ده كده عمود اهو يا عم ولا اتساع عندك سقط وقفل هنا دي تحت واحد ولا حاجه ولا اي مشكله ماينس بس عشان يحضر ليه مع اصوات حد صح عملي لازم يعمل زي ما الدكتور عامل كده ليه؟ لانه لازم يجمع الريالات مع بعضها لان ده بيبقى جزء ريال على بعضه كان بيقول لك اربعه زي مش كذا فمش هينفع اقول اربعه دي اثنين زائد اثنين شوف انت هتتاثر اكيد مش هتتعدل كده هي لازم تتعدل زي الدكتور عامل بس عشان هي جزء بس ما فيهاش افراد دي بتبقى في زر خلاص يا شباب؟ هات القصه سهلة ولا صعبة؟ إيه ده اللي مش هيجي لك كده إن شاء الله اللي بره ولا إيه اللي عملها؟ أنت بقى ظبط رسمتك على الكلام ده، عايز ترسمها زي ما أنا عاملها كده ماشي، عايز ترسمها زي ما الدكتور عامل صح، بس أنا نصحت ترسمها زي ما الدكتور عامل عندك في حتة ده شغل سيادة شغلية، ليه؟ لأن عشان أنت بتدلع بس بعض، وأنت باين مش فاهم أنت خلاص أعملها كده ومش مشكلة. خلاص؟ الناس بقى اللي هي معاها ديت ليه؟ والله ما سبتها لسه خلصت شطرين بس جاي والله كده وزنه خلص خالص.